4 تموز 2014 أجمل تحية لكم مشاهدينا لحتى تتابعوا معنا عالم الصباح لليوم. بتأمل تكونوا اكتار لهنهار الجمعة. طبعا كل المواضيع اللي رح نحكي فيها ما بتلغي الخبر يلي اليوم كلنا سمعناه حول حادث السير المؤسف يلي صار بمنطقة عكار. رح تحيطوا 3 أشخاص وفي كتير من الجرحى، على أمل كلهم يكونوا بصحة جيدة ويقوموا بألف خير. السرعة وقلة الانتباه على الطرقات موضوع عم نعيشه بلبنان يوميا بشكل كتير كبير. الاحصاءات الارقام دايما من الصليب الاحمر اللبناني عم بتبين انه كل ما عملنا توعية كل ما في ازدياد لهالمشاكل هاي. ما عم نعرف ليش بالضبط، في كتار عم يحكوا بالمواضيع انما هالحوادث عم بتضل موجودة للأسف على طرقاتنا، وخصوصا وقت تكون طرقات ضيقة طرقات جبلية اللي هي كتيرة بلبنان، فممكن اي شيء انه يصير. عسى هالنهار يمرق على خير وسلامة. شبشادي بعده حامل علم إيطاليا ما بعرف ليه. صباح الخير، شو الفكرة؟ لا قبل ما أحمل علم إيطاليا من جديد ونبلش بالمزح بدنا نحكي شغلة، بدي أكمل نتفة صغيرة عن موضوعك. الله يشفي الجميع ونمشي عمال. أنا بكون طاير مرات بسيارتي أنا وماشي عن جد، بكون بتطلع بلاقي 140 120، بفكر دغري أول فكر بيجي براسي هو ولادي وعائلتي. بشيل إجري عن البنزين. عن جد عم بحكي هلا. فيني اطلب منك شغله؟ نعم. بدي تفكيرك يوصل لاولادك وعائلتك قبل ما توصل على 120 وتشوفها قدامك 120 او 140. انا بس اوصل هيك اطلع هيك يصير بسرعه 140، هي عندنا اولاد، هي عندنا حدا، عندنا اهل، برجع بشيل اجري. بمعنى يعني هذا موضوع كلام، بمعنى انه ننتبه. اوكي أكيد. مش لحالنا عايشين بهالدنيا، في عالم ورانا ومعنا مسؤوليه كثير كبيره. طبعا برحب فيكي، بقول لك صباح الخير ورمضان كريم لك وللجميع ولضيفتك وكمان أكيد. كمان لمدام جمال يوم صلى عليك بطلي ضيفه مدام جمال، خلص صارت من اهل البيت. هلا بالنسبه لايطاليا بنحكي عنها بعد شوي اذا الله راد. اكيد نحن التليان اصلا كولومبي، فاليوم عم نشجع كولومبيا كلنا سوا. عندنا كثير من الفقرات والضيوف اليوم لغاية الساعة تقريبا 1 إلا 3. خلينا نشوفهم سوا. رمضان كريم من عالم الصباح. حلقتنا بتبدأ مع كارمن والأبراج، أخبار جديدة عن الموضة مع هادية بعالموضة، بخفيف نضيف كارلا بتتلقى اتصالاتكم وبتجاوب على أسئلتكم، وبخصوص الجمال مسابقة ملكة جمال الشوف كان لها حصة مع جين نصار. أهمية التواصل بين الزوجين عن الحياة الجنسية مع مايا ببيت بيوت. ضيفتنا بتعرفنا على مؤسسة بيير صادق، ورشة ملح مع شيف شادي على المنصف. قبل ما ننتقل لحتى نكون مع كارمن، سؤال اليوم له علاقة بموضوع جدا حيوي، والسؤال ما بيتعلق بس بلبنان، بيتعلق بكل العالم وخصوصا يمكن بالدول العربية يلي دايما بنقول انه نحن عم بيصير في عنا شح بالمياه. الشح بالمياه عم بيصير بعدد كتير كبير من الدول. كيف عم تتعاملوا مع الشح بالمياه يلي مبلش كتير بكير؟ عادة نوصل هيك عنص الصيفية بنقول انه بلشنا نعاني من المياه، على ما يبدو السنة رح نبلش كتير على بكير لأنه كمان الشتوية ما كان فيها هالكميات الزايدة من الشتاء. أنا ناطرة تعليقاتكم وكل أراءكم حول هالموضوع عبر الفيسبوك. رح ننتقل حتى نكون مع كارمن وحظوظنا لليوم. صباحكم بالخير. اليوم الجمعة 4 تموز يوليو، يوم القمر مرافقنا برج هوائي برج الميزان. الأجواء اليوم مفروض تكون حلوة للأبراج الهوائية، مواليد برج الميزان، مواليد برج الجوزاء، وأيضا مواليد برج الدلو. لكن بعض الأبراج شوي تعبانة اليوم، هي مواليد برج الحمل وأيضا مواليد برج الجدي. خلونا نشوف هنهار كيف رح بيكون على كل الأبراج. البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجواء منا سهلة، هنالك معاكسات شوي صعبة وتقيلة، الأجواء متعبة وكتير في احتمال أنه يكون في خلاف، يعني صعب اليوم أنك تضبط أعصابك وبالتالي مطلوب منك تطول بالك كتير. وبعتبر المولود الأكثر عرضة للمتاعب هو مولود 6/10 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور.
بالنسبة لبرج الثور بتكتر الانشغالات اليوم، اليوم بتعمل كل شيء، انت عليك تركض ميلي لميلي وتاخذ الاولاد من ميلي لميلي، ومع مطلوب منك انت تخلص الشغل وتقفل المكتب وتفل، يعني اليوم مطلوب منك كثير اشياء وهالمسؤوليات بتتعبك وتسبب لك بعض الارهاق، فمطلوب منك اليوم الفعالية، وبعتبر المواليد الاكثر تعبا 7 و8 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهار كتير مميز من الأيام الحلوة بهيدا الشهر، هيدا نهار مفرح، هيدا نهار بيحمل لك تقدم وفي ربح لألك من خلال خبرية كتير حلوة أو انفراج لمسألة عالقة أو غير عالقة. أما الأكثر حظا فرح بيكون مولود 4 و5 حزيران يونيو. ننتقل لبرج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان لأنه القمر اليوم موجود بالبيت الرابع يلي هو بيت العيلة بالنسبة لألك، هنالك انشغالات ويمكن حتى بعض المسؤوليات والعجقة والكركبة يلي العلاقة بالبيت بالمنزل بحد ذاته أو بأفراد العيلة، مش بالضرورة تكون الأمور أو العجقة سلبية، بالعكس تماما فيها تكون كتير حلوة، وبعتبر المولود الأكثر حظا حاليا 2021 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. انتبه كلامك ما ينفهم غلط، انتبه أيضا وين بتحط مفاتيح السيارة، الأجواء اليوم فيها شوية التباسات فانتبه نوعا ما، صحصح شوي وكلامك انتبه ما يكون في نوع من غموض لحتى حدا ما يفهمك إذا غلط ويكون في التباس، انتبه ما تضيع الطريق أيضا. أما الأكثر حظا بالرغم من هالجو هو 8 و9 آب أغسطس. منكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء نهارك كتير مميز وحلو، بتتسلى فيه، بتنبسط فيه مع الأصحاب، بتنبسط فيه أيضا مع رفقاتك، مع أهلك، مع أقربائك، نهار فعلا فيك تكون ربحان وبتربح أكثر كل ما كنت ضمن المجموعة، نهار كتير حلو مميز، حتى ولو جرب حدا يمتحنك أو يحطك بموقع منافس ما تخاف قوي قلبك. 4 5 أيلول سبتمبر الأكثر حظا. ننتقل لبرج الميزان. من الأيام المهمة جدا، القمر ببرشك اليوم وبكرة، الأضواء مسلطة على كل شغلك، على أدائك والنتائج يلي بتقدمها. مولود برج الميزان الجو اليوم فعلا يشجع على اتخاذ قرار، يمكن منا لحال الأمور تزبط وتوصل لك على طبق من فضة، صفحة جديدة ناطرتك، لكن ضلك حذر جدا، انتبه منيح إذا كنت من مواليد 9 ل 13 أكتوبر تشرين الأول. منكمل مع برج العقرب. هنالك نطرة، في وقفة بالصف بدك تنطر، في شوية تأخير، في حدا مش معبرك اليوم ومش قاريك وهالشي بيستفزك، أحسن شي تعمله تعمل حالك ما معك خبر، تعد للعشرة وللعشرين وتنطر دورك بكل هدوء وبكل رواء. احتمال أنه يكون في بعض الحجوزات، بعض يمكن المواعيد المهمة يلي بتلتغى أو بتتفاجأ أنها التغت، فانتبه وأكد عليها. الأقل حظا 9 و10 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس نهار كتير حلو وكتير مرتب، بيساعدك، ما رح تكون لحالك، بتفرح فيه، بتلاقي أنه فعلا القوة هي من خلال التضامن والتعاون مع الآخرين. اليوم في ناس فعلا بتشجعك، وعلى الأرجح اليوم تكتشف الصديق من العدو. الأكثر حظا 8 و9 كانون الأول ديسمبر. منكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي من الأيام الصعبة اليوم، من الأيام يلي معقول يكون فيها قطيعة وجفا، معقول يكون في اتهام أو يكون في تأنيب، اليوم نهار في طاقة كتير كبيرة وبيبقى عليك أنت تعرف تجاريها وتمشيها وتكون أنت ضابطة مسيطر عليها لحتى تنجح. الطاقة اللي عندك إياها اليوم لا تتواجد في نهار آخر، لكن بدها انضباط شديد وأيضا الأعصاب بدهم انضباط تام. الأقل حظا 3 و4 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. نهار حلو لحتى تغير جو، أنت بحاجة أنك تغير جو، تعبت بهالأربع خمس أيام اللي مرقوا، اليوم نهار للفرحة، اليوم نهار لتنبسط، اليوم نهار لحتى تحتفل، لذلك شوف شو بدك تعمل لتغير جو وما تخاف أنك تعيش تجربة جديدة. الأكثر حظا مولود 3 و4 و5 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت مرقت بيومين ما كانوا سهلين أبدا عليك، كان في معاكسة، كان في مسألة
تعبتك لقدرت حليتها وكنت تتمنى انها تنحل بطريقه افضل. على كل الجو يوم اليوم منه عاطل، الجو اليوم بيسمح لك انك تناقش تسير وتجامل وترقعها، لذلك رقعها وما تستحي. الاكثر حظا رح بيكون مولود 1-4 اذار مارس، وبدنا نضيف لهم مواليد 17-18 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم اهتمامات عائلية وشخصية، اهتمامات كتير كبيرة، معقولة تحمل سفر هجرة، أو معقولة تحمل عودة للوطن، زواج ارتباط، أو حتى شراية بيت أو ولادة طفل. تموز يوليو تشرين 2 نوفمبر أدار مارس، يعني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. مرسي لك كارمن. رح ننتقل فورا الى محطتنا الرياضيه اليوميه، نعطي هيك بوش كثير كبير من النشاط اكيد مع جورج. وهون بدي ارجع اذكر انه جورج دائما بانتظار انكم تتواصلوا معه عبر الفيسبوك اللي هو خاص فيه، اي سؤال اي ملاحظه اي اشياء جديده حابين تستفسروا عنا طبعا جورج موجود. اليوم التركيز رح بيصير على منطقه المعده والارداف مع جورج. لحظات كتير قليلة رح نتوقف خلالها، من بعدها خليكم معنا حتى نتابع فقراتنا لليوم الجمعة بعالم الصباح.